السلام الله عليكم جميعا، خوتي اخواتي حبايبي في الله. هذا الفيديو هذا اللي حاطه لكم، وهذه الشابه هذه اللي في المواليد ديالها زايده هي في 2002 2002 عندها 21 سنه. هذا الفيديو بغيت يكون للعبره للشابات. كنتمنى اي شابه تشوفه باش تاخذ عبره باش ما يضحك عليها تحت. هاد البنت هادي غزاله تبارك الله وصلها النبي. انا غادي نخليكم غادي نعطيك غادي نوضح لكم وغنخليكم تسمعوا من فمها. هاد البنت حامله وتقدر تولد في اي لحظه، دابا اي وقت تقدر تولد، صافي في شهر في الشهر الاخر. تعرفت على واحد بنت عائله محافظه، تعرفت على واحد المهم نقولوا ضحك عليها قصة الحب، غلطت معاه. منين غلطت حملت ما قدرتش تقولها لدارهم. جا هو منين عرفها حملت جا وخطبوها، وباها ما بغاش، شاف الولد ما بغاش. هانتوما راه مسكينة، شوفوا في الجناب ديالها راه قربت تولد مسكينة. المهم ما عليناش، باها رفض. نات هي منين كرشها بدات تكبر هربات لدارهم ومشات عند هذاك اللي محملة. بركها في دارهم تكر. المهم ما عشتش هي هذيك، من بعد اختو جرات عليها. المهم دابا هي في الزنقه. حارت كلمي على شوف، قالت لك دابا 3 شهور ما عرفتش. انا خصني نروح في الزنقه انا ويا دابا. انا مرات كتلقى داك العيالات كيديوها تبات، واخا هكا بقيت في دارهم وقتوا لي هاد الريوان ديال داركم. فعلا دارهم انا حامله وهضروا فيا، نخليوها حنا طعمين مثلا. كان بابا رفض كاع كتب عليها المكتوب، راه ما جاتش. ومن بعد انا بقيت جالسه، ومنين بدات كنشوف بحال هكا كتبان شافوا انا نخرج، مشيت بقيت جالسه معاهم في دارهم. راه هنا الدور ديال الاهالي 3 شهور بحال هكا ديال الاب. يعني واش خطبك من داركم؟ اه لا دارهم. الاب ديالك خاصو انه يخطب بنتو قدر انه شاف مصاحبه هي. لحقاش هي راه ماشي عندها. انا مشيت انا شاطر من الدرجه ديال كتبان بلات عندي 40 50 انا مشيت جلست معاهم تما. راه البنت باقا صغيره، معاهم في دارهم سلموا راه شي ديك واحد قبل شهر باقا صغيره. دارهم بحال ما كانوش باغيين، ما باغيين غير الدري، كانوا كيتسناوني بحال غير انا ولاد وياخذوا الدري. راه خصنا نتقربوا من ولادنا ماشي نبعدوا. صافي بقيت صابره بحال هكاك، ترى شي مشاكل في دارهم بقيت غير انا وياه. الله يستر صافي. ولا الدري تبدل حيت دار ما باغيش، ولا تبدل معايا بزاف قوه داك خوتو كيبقاو يضغطوا عليه. كنتمنى تقولي دير معاه صافي، يعني تمشي بحالها ما كنت ندير بها انا كما هادي ما هادي. ماشي صافي الدري عيان من داكشي اللي كيتعامل معايا تعامل خايب. من بعد دابا انا خصو ما كيحوايج لي مشكل لهم، خليو الولد ما كيدير بحال هاك صافي. تما فين خرجتي من شي الشنقه؟ انت فهمك واحد الشيء بخصوص الام خاصها تقرب لولادها. دابا تكون شي 3 شهور الا كان بنت ولا ولد ولا تقرب ليهم، تعرف صحابهم صحاباتهم. كانت عايشه بالاحضان ديال والديها حتى كتقرب، ماشي بالغوص وبالخوف وبالرعب. يعني كتلقاي حتى حد جنبك لا عائله لا والو. صافي بقاو يعيطوا في الناس بزاف ديال ليسيرونس باش عندنا رقم ديال المساعده. ها كيفاش داير الحياه في الزنقه، خصوصا البنت، والبنت اللي ما كبراتش في الزنقه كبرتي وسط داركم. صعيبه اختي، واخا غنبغي نوصفها لكم صعيبه بزاف. يعني نهار كتلقاي فين تباتي، نهار لا كل نهار شنو. بعض المرات كاع كنباتي في المحطه باش ما يهضر معايا حتى واحد. المحطه ديال القطار. كنتي كتعتقدي نفسك شي نهار تباتي في لاكار؟ لا. كي داير الحياه بالليل؟ يعني واحد تيناس البنت تكون، خصوصا كنتي بنت وتنعتي في الزنقه بالليل. صعيبه بزاف. قلتي لي جاك الحريق ديال الولاده؟ قلت هادشي البارح. شنو باش حسيتي؟ تيبقاو يضربوني الشحاطه في ظهري ويبقاو يدور ليا الوجع. باش عرفتي باش راك تاسه؟ لا دابا شهري حاجبة. مشيتي للطبيب؟ مشيت، كان فيا واحد النهار دابا ما كملتش السيمانه كان فيا الوجع ومشيت. قالت لي فين هما الوراق؟ قلت لها اختي انا كاع ما عندي الوراق. قالت لي الراديو، قالت لي بغينا لي زعما الراديو ديال الحكاك باش نعرفو كيفاش تولدي عاديه ولا بالفتيح. لا كاع ما دايراه. صافي دخلت قلبتني قالت لي شيري راك باقا شويه. صافي. انت شنو محتاجه دابا؟ انا بغيت اختي ما نكذبش عليك، انا حيت تالفه، انا ما عنديش فين المشكل، انا غنولد ما عارفه شنو غندير. واش الدري يعني بزاف ديال الحوايج كيبقاو يدوروا ليا في راسي. من دابا لاش بني الوجع مشات للسبيطار ولات تخرج، ما عنديش فين نمشي لا انا لا الدري. قلتي لي شي مرا اللي لقيتك ناسه برا بيتك؟ اللي كانت معنا قبيله. هادي كيفاش عرفتك هاد المرا؟
عاودي لي المعاناه ديالك كيفاش هاد السيده لقاتك. تلاقيت انا وياها البارح بقينا كنهضروا، قلت ليها راه ما عندي فين نبات، قالت لي انت ولدك ماشي ولد ديال الجنقه، قالت لي نديك معايا، قالت لي راه عندي غير بيت انايا ومرتي ولدو، قالت لي راه دارهم حدانا. صافي قالت لي نديك باتي معايا، مشيت مشينا مع بنت معاها قبيله، قلت لها نمشي، قالت لي لا، قالت لي بغيتي تباتي حتى اليوم باتي انا غير بوحدي. صافي وبغيت حتى نمشي قبيله جات عندي، قالت لي واش تخليني بوحدي، قالت لي واش تمشي. يعني كاينين ناس فيهم باقي، فيهم باقي زعما كيديروا الخير. يعني لقيتك الزنقه بقيتي فيها بنتي، بنتي اللي انتيا الشكل ديالك ماشي ديال شي وحده متشرده ولا شي وحده بنت زنقه ولا شي وحده اللي يعني هي عشقات او هي اللي بغات يعني داك الطريق. قالت لي انت ولدك ماشي ديال هذا الشيء، ومنين عاودت ليها يعني بحال لقيت فيها مسكينه. صافي واخا هكاك خايفه يجيني الولد حيت ما عندها هي ما دير ليا. ما كبيره. خايفه. ما حاولتيش انك تتصلي بشي حد من عائلتك تقولي له اللي عطا الله عطاه يعاونك يتوصلك مع ماماك يتوصلك مع باباك؟ لا ما تهضر مع حتى واحد. باباك الا مثلا الا عرفك انت اللي وقع لك هذا الشيء وسقط الخبر شنو يوقع؟ بابا كون بقيت انا في الدار عرفني حامله كان يذبحني من الاخر. ما كاينش داكشي نتاع وهذا الشيء اللي عطا الله يجيك بابا امر واقع. لا شي ما هادشي ما كاينش. لا تيعرف لك الشيء بابا كان غير يصفي هذيك الى الدرجه. علاش واش راح يحس بالشمته لانه جا خطبك وباك رفض وانت بحال لي وانا حامله ومشيت عندهم للدار. فاش خطبك هاد السيد كنتي حامله؟ هو كان عارفك حامله وبغى يصلح الجرى. صافي بابا ما بغاش. باباك ما كانش عارفك حامله؟ لا ما كانش عارف. كان باباك عارفك حامله كان يخليه يتزوج بك؟ لا. علاش؟ لا كان هيطلع مشكل واخا هكاك، ما كانش غايب، ما كانش غايب غير وكان يقتلني انا بعدا. علاش باباك رافض هذا الشخص؟ يمكن كيشوفو كاع ما يصلح ليا. كيشوفو ماشي راجل مسؤول. ماشي خد المسؤوليه. باباك كان على حق. باباك راه في الحاله هذا معذور، باباك كان على حق. ها هو الواقع، ها انت كتشوفي اللي عشتي فيه دابا. باباك عارفو انه مزيان ليك وحيت باباك انت راكي عنده غاليه وعزيزه، كون كيشوف رخيصك وعطاك ليه، مي جاتك غاليه بغا يصونك، ولكن انت الخطا تيوقع معليش لما طلع عطا ما نرجعوكش لماما بحكم انك باقا صغيره. ما كنتش كتشرحي لماماك شنو واقع لك؟ لا. ما كانش داك التواصل ديالك مع ماماك؟ لا. انتي دابا في ورطه كبيره. كتواجهيها بوحدك. بوحدي. والعامل ديال السن ديالك ما كيسمحش لك انك زعما راه عندي عائله، شوفي عندي عائله اللي يقدروا زعما يدخلوني يقدروا شحال من حاجه، ولكن هما ما باغينش. شكون هما؟ عائلتي. ما باغيش يدخلوك؟ يعني وفيهم ما يعاونوني وفيهم شحال من حاجه يعني قادين، ولكن هما ما باغينش. عاودي لنا على المعاناه ديالك ديال الليل الزنقه، شنو هو المواقف اللي تعرضتي لها خطيره وحسيتي براسك بوحدك وندمتي على اي حاجه وقعت لك؟ اختي الليل شعيب، بحال واحد النهار كنت غاده الفاش، قالت لي واحد البنت غير اجي عندي، ومشيت عندها وبت معها الصراحه، ولكن قلت لها قلت لها شوف اختي، قلت لها انا غنرجع ان شاء الله، وكنت جايه وكان طرا لي مشكل يعني جيت وما لقيت اختي فين نبات، ما لقيت فين نبات، وكانت الشتا كتشرب الليل وبت ورا الطوموبيل والشتا كتشرب مزهده يعني ديك الليله، هذيك الليله بزاف كثر من الليلات الاخرين يعني ما اصلا ما كانش عندي الحوايج كاع، ما كنت لابسه مزيان وما كانش عندي فين نبات. انت حامله؟ انا حامله. نعستي في الزنقه والشتا كطلع؟ ورا الطوموبيل ورا شي طوموبيل. باش ما يشوفني تاحد وباش ما يجي عندي حد. كان البرد؟ كان البرد بزاف. تما وقفتي الهضره دباك انا نسيت ما صالحلكش. شي حاجه اخرى وقعت بحال هكا بزاف؟ حاجه اللي كتفكرها كتاثري؟ اختي ماما مرضت بشبابي. الواحد خصو يحب عقلو ماشي بقلبو. ماماك مرضات بسبب الفخصه؟ نجا المرض الخايف في الوالده. السلام. النهار اللي خرجت من الدار عشي مواقف صعيبه بالليل حتى بالنهار. بالنهار غير كيف نهار كيف الليل، الليل صعيب شويه بزاف على النهار، حيت النهار كون على الاقل تيكونوا الناس كثار تلقاي تقول واحد تيكون ملاهي، الليل تيكونوا الناس ملاهيين، كتكوني بوحدك يعني كل واحد مكشف دارو كل واحد مع ولادو. الليل صعيب. شنو باغا انتي دابا؟ شنو هي الرساله ديالك؟ اختي انا بغيت اختي بغيت زعما فين ندخل فين نتخبى، ما نكذبش عليكم بغيت ما بغيتش هذه الحاله نبقى من شارع لشارع ولا من جنقه لجنقه، شي بعد مرات كلقى لي يدخلني بعد مرات لا. انت باقا صغيره فوقاش قفلتي 21؟ شهر واحد. شهر واحد انت بنت 2000 وجوج 2000 واش؟ 2000 وجوج. 2000 وجوج انا باقا صغيره. انت دابا ما عندك الا ما كانش هذيك المراه اللي جات عندك دابا ما كيفين تباتي دابا؟ الا ولدتي ما عرفاش واش تولدي في الدار في الزنقه في الطبيب
ما عندكش اللي يديك للطبيب؟ ما عنديش واحد. عندك فلوس باش تمشي للطبيب؟ لا. عندك كيفاش كتاكلي حوايج؟ لا. حوايجك فين بقاو؟ كلشي في الدار. داركم؟ اه. باش هربتي كيفاش هربتي؟ باش خرجت مشيت بقيت مع هذوك كنت كنلبس مع مرت ولد خالتهم، اما تخرجوا ما كانش كيعطوني الحوايج. وحده انا قالت عليها قالت لي اختي انا كاع ما كنعطي حوايجي، وحده كبر مني. وكانت هذيك البنت مسكينه كتعطيني كنلبس معاها. رسالتك الاخيره كنتمنى زعما شي حد يعاونني وصافي.